الزراعة الرأسية. تستهلك المباني حوالي 40% من الطاقة المتوفرة لدينا، وإذ تهدد الانبعاثات الصادرة عن الأنشطة البشرية بإحداث تغيير دائم في المناخ، أصبحنا في حاجة إلى مدن أفضل وأكثر كفاءة وحفاظاً على البيئة. يمكننا أن نبدأ بإحسان استغلال ما لدينا من إمكانيات، مثل المباني المصممة بتقنيات الطاقة الشمسية السلبية والمواصلات العامة والدراجات الشخصية المولدة للطاقة والإسكان عالي الكثافة والعمل عن بعد. إلا أن إنتاج الغذاء لا يزال يتم بعيداً جداً عن معظم الناس الذين يعيشون في المدن التي أنشئت على أفضل الأراضي الصالحة للزراعة، وقد تتمكن الزراعة الرأسية من قلب هذا الوضع رأساً على عقب، أو على الأقل تعديله جذرياً، فهي ستجمع بين حشد من التقنيات الناشئة عن طريق نقل عملية إنتاج الغذاء إلى المباني التي نعيش ونعمل بها، وذلك بهدف خفض استخدام الأراضي وتبريد المشتتات الحرارية في مدننا وخفض تكاليف نقل الطعام بصورة جذرية. تستهلك الزراعة الحديثة 70% من المياه العذبة المتوفرة في العالم، لكن المزارع الرأسية يمكن تزويدها بطبقات نانونية رقيقة تعزز عملية التكثف، وتستخدم أغشية نانونية لترشيح المياه المستعملة وتنقيتها، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه وتقليل المهدر منها. وعلاوة على ذلك، فإنه من الممكن تعزيز جودة المحاصيل باستخدام الهندسة الوراثية لانتقاء التنوعات الجينية الأكثر ملائمة للبيئة. كذلك قد توفر الألياف البصرية الضوء بكفاءة مدهشة في استهلاك الطاقة. فالمزرعة القائمة على مربع سكني ارتفاعه 30 طابقاً قد يصل إنتاجها من الطعام إلى ما يعادل إنتاج مساحة 10 كيلومترات مربعة في الأماكن المفتوحة. إلا أن الطريق لا يخلو من العقبات بالطبع، فقد تتطلب المحاصيل الملائمة للزراعة الرأسية تعديل نظامنا الغذائي. لكن هل سيتقبل المزارعون والعاملون في قطاع الأعمال التجارية الزراعية هذا التحول دون مقاومة؟ أم أنه من الأفضل توجيه أموالنا إلى إدخال بعض التعديلات الذكية والبسيطة والعملية على البنية التحتية والتكنولوجية القائمتين لدينا بالفعل؟